السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المشروع تاع المقر الجديد لوزارة السكن والعمران، واللي متواجد في منطقة عين الله بالجزائر العاصمة، ونشوف بأنه فيه وتيرة جد متسارعة لإنشاء هذا المقر تاع وزارة السكن والعمران، واللي يبدو أنه المشروع هذا ضخم وكبير جدا. إذن إن شاء الله هذه المنشأة سوف تزيد من يعني هيكلة النسيج العمراني في العاصمة الجزائرية، بفضل يعني تهيئة المحيط حول الوزارة هذه الجديدة، ويعني تمت إضافة نوعية في المحيط العمراني والتهيئة الخارجية لإذا منطقة عين الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.